استأذنكم في كلمة بس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. لاني بأفقهكم ولا أحسنكم قولا ولا أكبركم سنا، لكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أكثروا من دعائكم دائما لأنفسكم ولوالديكم المسلمين. ادع لنفسك دائم، خل لنفسك نصيب من الدعاء. الله سبحانه وتعالى يحب العبد الملح بالدعاء، وأفضل دعاء تدعيه أن الله يكتب لك الخير. بعض الناس يتمسك ما في وظيفة أو في أمر ما يدري أن الله سبحانه وتعالى كاتب له الخير في غيره. يمكن الخير في أن الله يمنعك من الشيء هذا، فادع أن الله يكتب لك الخير دائما، سواء هنا في البرنامج أو في أمورك بعد البرنامج. ادع أن الله يكتب لك الخير في أي شيء تقبل عليه. لا تنسون والديكم والمسلمين من دعواتكم، ادعوا للمرضى وللموتى. والله يجزاكم خير. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.